السلام عليكم ورحمة الله. راح نكمل وياكم فيزياء للصف الثالث متوسط، المسائل اللي نزلتها وزارة التربية تلخيصات. يعني وصلنا المسألة سؤال 12، قلنا ناخذ المسائل ونحلهن ونشرحهن حسب التلفزيون التربوي مدرستي. السؤال ال 12، المقاومتان مطيني R و2 أوم ربطتا على التوالي مع بعضهما، ثم ربطتا على طرفي مصدر فرق الجهد الكهربائي 12 فولت، فانساب تيار كهربائي في الدائرة قدره 2 أمبير. احسب مقدار أول المقاومة المجهولة الآر وفرق الجهد الكهربائي على طرفي كل مقاومة. يلا عيني، خلينا نحل المسائل. مطيني مقاومتين، شنو هي المقاومتين؟ R و2 أوم. هاي يقول ربطت على التوالي، الفرق الجهد، الفرق الجهد مطيني 12 فولت، التيار مطيني 2 أمبير، يريد المقاومة المجهولة و2 شي يريد؟ يريد فرق الجهد. يلا يوم، يلا عيني، هسه ناخذ المطلب الاول، شي يريد؟ المقاومه المجهوله. المطلب الاول المقاومه المجهوله ار اي كيو يساوي لنا الفرق الجهد على اليمن على الامبير، يساوي لنا ايش قد الفرق الجهد؟ 12 على الامبير، يعني التيار 2، يعني فرق الجهد على التيار 12 على 2، هاي بها وحده وهاي بها 6، ويساوي لنا 6 اوم. هاي ايش سويت؟ طلعت المطلب الاول اللي هو ار اي كيو، بعدني ما طلعه يعني، بس طلعت المقاومه المكافئه. هسه اريد المقاومه المجهوله، مو طلعت 6 اوم، اذا اقول ار اي كيو يساوي لنا ار 1 زائد ار 2، ار 1 زائد ار 2. زين، ايش قد المقاومه المكافئه؟ 6، يساوي لنا ار 1 ايش قد مطيني بالسؤال؟ دقيقه، 2 المقاومتان، اي هاي 2 مطيني 2 زائد ار 2 مجهوله. زين، اقول ار 2 يساوي لنا 6 ناقص 2، لما اغيرها بالطرف موجب 2 تصير سالب، اذا اقول ار 2 يساوي لنا 4 اوم. هذا شنو هو؟ هذا طلعت R2 المقاومة المجهولة. زين، هسه خلصت المطلب الأول، المطلب الثاني يريد فرق الجهد، يعني شو نقول؟ IT يساوي لنا الأمبير الأول ويساوي لنا التيار الأول ويساوي لنا التيار الثاني، هو مطيني بالسؤال 2 أمبير. عيني، زين شلون راح أسوي؟ أقول R1 يساوي لنا V1 على I1 ويساوي لنا شقد؟ ها هنا ما راح اسوي كسر، راح اسوي طرفين بوسطين، طرفين بوسطين، اقول V1 يساوي لنا R1 في I1. زين، شو راح اكمل؟ اريد لان قدامي، يا الله، يلا خل نسوي هنا. عيني شوفوا، هذا ال V1 طلعت V1 يساوي لنا R1 في I1. زين، V1 يساوي لنا ايش قد ال R1؟ ال R1 2 في، والتيار تيار 2، اذا V1 يساوي لنا 4V. هذا طلعت ال V1، هسه شو طلع؟ ال V2 يساوي لنا R2 في I2، V2 يساوي لنا ايش قد ال R2؟ ال R2 هي طلعتها 4، هسه 4 في الامبير اللي هو الامبير 2، يعني هو مطيني بالسؤال ثابت، V2 يساوي 4 في 2 8 في. هذا خلص السؤال ال 12 ياته، هذا راجعوا على كيفكم
وإن شاء الله افتهمتوا وبالتوفيق.